كل عام انتم بخير ان شاء الله، على العراقيين اجمعين ان شاء الله صحه وسلامه وعافيه ان شاء الله، الامان يعود علينا الامن والامان ان شاء الله. نحن سحاني من الموصل حاليا نسع بشمال العراق، والناس متونسه ان شاء الله وماكو شيء، ويزول علينا هاي الغمه على هاي الامه ان شاء الله، المرض ماكو ان شاء الله. عندنا الامانه نريد لنا والله العراق كله السعاده، والعراق كله انت بخير، ولهم صحه وسلامه ان شاء الله علينا وعليكم. الله رب العالمين. من الموصل ايه؟ زين الحمد لله، ما بكو شيء. نريد السعاده والامان والصحه والعافيه كل العراقيين. هن الشعب العراقي اجمع بكافه اطيافه وجيانه، واتمناهم بالصحه والعافيه، وان يخلصون من هذا المرض هو ماكوره. كل عام وانتم بخير والاربيل بخير ان شاء الله، وان شاء الله رمضان ان شاء الله بخير على الجميع، على الاربيل واهل الموصل. انا من الموصل. إيه. شو تقول لهم لاهل الموصل بالعيد؟ والله اقول كل عيد وانتم بالف خير لهن بالموصل. إيه. وان شاء الله امن وامان. اهني العراق، اسلم عليه العالم، وهاي القلعه متروسه عالم، يعني هسه احنا نريد نمشي ما نقدر، لان العالم كله قاعد تشتري ملابس مال العيد. نهني العالم. ايش تتمنى للبلد حمودي؟ اتمنى يصير ان شاء الله بخير، ويروح مرض كورونا من عندنا ان شاء الله. الله سبحانه وتعالى يرفع علينا الغمه عن هذه الامه، وان شاء الله هذا المرض يزول ويعم السلام على البلد من شمال الجنوب ان شاء الله. اهنى الشعب العراقي بقدوم عيد الفطر المبارك، وان شاء الله يا رب يديم الامن والامان على جميع الشعب العراقي، وان شاء الله عيد سعيد، واللهم ارحم شهدائنا شهداء العراق، وان شاء الله عيد سعيد على الدوله على الامه الاسلاميه جميعا. اهنى العراقيين بمناسبه العيد المبارك، اعاد الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نسأل الله تعالى أن يعم الأمن والأمان على بلدنا الحبيب، نسأل الله تعالى أن يدفع هذا الوباء عن بلدنا، نسأل الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد من هذا المخاطر اللي دي يمر بها البلد، ونسأل الله بهذا الشهر الفضيل أن يكون أيام مباركة ويكون عيد مبارك على جميع العراقيين، وأن يحفظ البلاد والعباد، وأن يعب الأمن والأمان في كل بلادنا. وتحياتنا لكم والى قناة الفلوجة والى كل المشاهدين الكرام. نشكر محافظة اربيل اقليم كردستان عامة، يعني لان احنا تعبر ساكنين هنا مثل ما نقول، نشكرهم على الامن والامان واجواء رائعة طبعا. كل عام كل عام وجميع الشعب العراقي بالف خير، والله يزيح علينا هاي الوباء هذا المرض ان شاء الله، وكل عام والجميع بالف خير. زين اذا قلت لك فالتهنية خاصة تقدمها لمن؟ قدمها؟ يعني المر شخص معين لو للجميع؟ شخص معين طبعا طبعا، اعز شخص على قلبي اعز من روحه اللي هي امي، كل عام وهي بالف خير والله يطول بعمرها ان شاء الله ويحفظها. انه نهني الشعب العراقي بالصحه والسلامه، وينعاد عليهم بالصحه والسلامه. طيب احد زعلان عليك من اصدقائك؟ لا بالعكس، متونسين احنا اليوم. اي نعم، طالعين نتونس. نعم. هاي الاجواء الحلوه. نعم. كل عام وانتم بخير ان شاء الله الشعب العراقي. نعم. ان شاء الله ان شاء الله تروح. كل عام وانتم بخير. حزعلان عليك من عدوم؟ لا ما حزعلان. مناسبة قدوم العيد اهني جميع الشعب العراقي خاص واهالي كردستان ايضا. طبعا انا اهنيهم بصفتي كمسيحي، لان كلنا اخوه وكلنا مشتركين بهذا البلد. والضرر اللي يوصل على المسيحي يوصل على المسلم ويوصل على اليزيد ويوصل على كل الطوائف، صح ولا لا؟ فنتامل خير للطوائف كلهم ان شاء الله. وإن شاء الله دائما نشوفهم هيك فرحانين بدون تفرقة بدون أي ضرر يوصل لأي واحد، لأنه أي شيء يؤذيني يعني كمسيحي أحس يحس بي أكيد أخوي المسلم وأخوي اليزيدي وأخوي الصابئ. وبالأخير أشكر قناتكم الموقرة. أهنى الشعب العراقي بهاي المناسبة رمضان، وإن شاء الله يعم عليهم الخير والبركة، وإن شاء الله محافظتنا كلها تصير مثل كردستان. اقدم التهاني لجميع الشعب العراقي طبعا، واهلي واخواني بتكريت واهلي بالموصل، واخص بيهم ولادي الابعاد لان منتسبين وما يقدرون يصلون. اهني الشعب العراقي كله الصحه والسلامه، وعيد مبارك ان شاء الله، والاجر والثواب ان شاء الله العراقيين كلها ان شاء الله، الستر والعافيه. كل عام انتم بخير اصدقاء ان شاء الله، لان صار لي 6 سنين مو شايفهم، هم زعلان علي. وانا من الانبار، صار لي تقريبا 5 سنوات باربيل، واقول لهم كل عام انتم بالف خير ان شاء الله، وانا من يمي مسامحكم ان شاء الله، وكل عام الكل ان شاء الله الناس طيبين،
الله يفرجها عن العراقيين عامة، يرجع الأمان مثل قبل، بس نريد الأمان للشعب العراقي.